السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طريقه تحضير بسكوي بالنخاله والقمح الكامل صحي. غير تبعوا معايا المقادير والطريقه التحضير. على بركه الله، في هذا البيمو كنحتاجو النخاله بعد ما حمرتها وطحنتها، كان جوج كيسان ديال النخاله حمرتهم على هذا الشكل هذا، مابقاش فيهم الطحين، وحمرتهم وطحنتهم. وعندنا كاس ونص ديال القمح الكامل، كاس ونص، وكاس ديال الحليب ما غنديروش كامل، واحد ثلاثه علقات صغار ديال السكر كلاصي، خماره حمراء، واحد فانيا، ونص معلقه الملحه، ثلاثه معلقات كبار ديال الزبده. صافي غناخذوا ديك الزلافه ديال النخاله اللي قلت لكم كاس جوج كيسان، وغناخذوا القمح والسكر كلاصي، ما تفوتوش ثلاثه معالق صغار. بغيتو ديروا فيها جوج معالق ديال العسل ديروا، حيت هادشي طبيعي ديروا ماشي مشكل. شويه ديال الملح، نص معلقه ديال الملح، وثلاثه المعالق كبار ديال الزبده يكونوا في حراره المطبخ. صافي غنحركو مزيان. بعد ما حركتها مزيان غندير الخميره، حتى هي غنحركها مزيان على هذا الشكل هذا. انا نسيت ما درتش مع في الاول مع العناصر دوك الناشفين ديال السكر كلاصي سميتو، غنبقاو نحركوها مزيان 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 حتى تولينا على هذا الشكل، حتى تجمع لنا بحال هكا. غنديروا بشويه بشويه الحليب، ما غنديروهش كامل، غنشوفوا هاد جمعت لينا. صافي وغنحبسو. ها هي قربات تجمع على هذا الشكل هذا، شفتيها؟ صافي بعد ما تجمعت لينا، حنا ما درناش الكاس كله، بقى نص ربع ديال الكاس. ما ديروش لها بحال هكا باش ما تجمعش ليكم، ديروها على صبيعاتكم بحال هكا راه غتجمع هانتوما تبارك الله. هي تجمعات شتيوا، صافي على هذا الشكل هذا. ها هي جمعت لينا العجينه ديالنا. صافي دابا غنطلقوها بالدلاق وغنرجعوا ليه شويه ديال القمح هكا باش ما تلصقش لنا. صافي غنديروا لها هكا وغنجيبوا المدلق ديالنا، غنديروا فيه شويه ديال الطحين على هذا الشكل هذا، ونطلقوها غير بشويه. غناخدو الطباع على هذا الشكل هذا، صافي وغنديرو بعد ما طلقتها ما رققتهاش بزاف على هذا الشكل هذا. بعد ما طبعتها خلينا على هذا الشكل هذا تكون شويه غليظه، صافي وغنديرها في اللاطه. صافي انا غنهزها بالموس بحال هذا الشكل هذا وغنحطها في اللاطه. دهنت اللاطه بشويه ديال الزيت، ها انت كما كتشوفوا، ها انتوما نوريكم، هيا شتي على هذا القياس نعاود تكلت وريتكم. صافي غنحطها على هذا الشكل هذا، القطيب ديال العود، وغندير التحتاني هذاك مسطح وغنتك هكا على هذا الشكل هذا. على هذا الشكل هذا صافي غندير هكا ثلاثه، غنجي هنا غندير جوج، صافي غندير وحده هنا وحده هنا، وغنستمر على هذا الشكل هذا. صافي غنخشيو اللاطه ديالنا وغنشعلو لها غير لتحت ونقصو مزيان، وتبت تبالينا الحلوه تحمرت من التحت، وغنشعلو لها الفوق وهي واجده. يعني هذا هو الشكل النهائي ديال البسكوي ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. شوفوا تبارك الله جا مقرمل وجا خفيف، وشكرا لكم على التعليق ديالكم الزوين، وبسلامه عليكم الى فيديو اخر.